نميل إلى التفكير في الأبطال فقط من منظور القتال العنيف، سواء كان ذلك ضد الأعداء أو كارثة طبيعية. لكن البشر يقومون أيضا بأعمال متطرفة من التعاطف، نحن فقط لا نتحدث عنهم، أو لا نتحدث عنهم بقدر كافي. ديان أكرمان. ما يمكن أن نتعلمه من الأبطال الرحيمين يفوق بكثير ما يمكن استخلاصه من الإمداد اللامتناهي للترفيه الدموي العنيف. يبدو أننا مرعوبون ومنومون مغناطيسيا في نفس الوقت بسبب الدماء، ومع ذلك فإن الانطباع الذي يتركه الأبطال الرحيمون يجعلنا بشرا أفضل. يمكن لكل فرد تحديد البصمة التي سيحملها في الحياة. كلمة طيبة تنشئ نمطا داخل كل شخص.